عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا راهي إيبيزا هذه 2012 اف ار ديازال راها في 170 الحلال واه. راهو يجوك الغاشي يساوم. يجوك هاي اللي يجي واه اللي يساوم عليها. مازال ما كسبش واه. أول مرة يدخلها السوق. ماشية 299. كيفاش حتى اليوم قلت ندخلها السوق شوف شحال تجيب لي. واه. بالك تجيب حاجة جديدة. واه. على حساب السوق. راكش داير تجيب حاجة جديدة. ممكن واه ممكن. ممكن بغيت نشرو حاجة جديدة واه. نبدلو. بان شويه واه البيع ما كانش البيع ما كانش فيه غير السوام ما يعطيكش السوام زين ما السوما شويه واه يدو غير النوامر تاع باش يشوف اللوطه ومن بعد نشوفوا قضيه البيع ما معلمش عارفها هو اصلا البيع واه حنا مهم البيع اللي كتبه ندوه وصاي